جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل التعوذ من الشيطان من كثرة الوسوسة في الصلاة في أثنائها أم بعد السلام؟ التعوذ من الشيطان بعد الاستفتاح، إذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. فالاستعاذة في أول الصلاة بعد الاستفتاح وبعد تكبيرة الإحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أحس المصلي شيخ صالح أنه وقع في شراك الوسوسة في أثناء الصلاة، فهل له أن يستعيذ بالله من الشيطان في أثناء الصلاة؟ لا، يطرح الوسواس ولا يلتفت إليه ويقبل على صلاته. طيب. يقبل على صلاته وإحضار قلبه ولا يلتفت إلى الوسواس ويرفضه، ويكفي الاستعاذة التي في أول الصلاة. نعم.